بالعيون هكا بدون صندال بدون قادوس جاي من شي فيلاج بدون شي حاجه ضربوا ميزانيه وداروا لنا هادشي هذا هنا هو باقي لحد الان. بالنسبه خي لهاد الركراش ديال الماء اللي مفروعين ماشي المواطن هرسهم بحرق انه اللي سايب ولا الناس خايبين بالعكس الناس زوينين هنايا الناس هرسهم علاش باش يقلبوا على الماء عندهم امل انهم يجبروا الناس ما باش يسقيوهم يسقوا الحيوان ديالهم ما عندهمش من يشربوهم هرسهم مع ذلك ما كاينش معنا ما كاينش جدوى الماء ما كاينش هذا ما فيهش الماء تماما الماء ديالو عنده عاية سطحي ومن كيجي شي واحد يبحث شي صوندا كيجي القاعد ديال المنطقة كيحبسنا ولا بغيتي تجيب الماء خصك تضرب واحد جوج كيلومتر ونص ولا ثلاثة باش تجيب الماء وما عندناش شي حاجة اللي نكونوا حنا ناشطين بها لا من جهة الماء باش تجي تطلع الماء من البير إما بدلو أو تبيعو جهال شي واحد عنده البير أعطينا شي عدال ولا هذا ديال الماء كيقول له ودي راه كيوكح ضروري يضطر البير خر ما فيه لا صوندا لا والو كدلي بالبوديزه محسكه وتعمر براملها ودي تورد بها الماء وتصب لولادها وتصب لراسها والقضيه جد معقده. المشكل هو ديال الماء راه القبيله ضعيفه وما عندهمش الماء وراه عندنا واحد الصويندا هنايا راه كيضلوا هنا واحد 30 حمار ولا 40 حمار لا ما كانش كتكون 100 ديال البرامل هنا عندي. كنخلص انا 20000 ريال في الشهر وانا راجل معان ماشي تا شي حاجه كبيره دابا راه بغينا الماء دخلوا لنا الماء تا حنا واخا عندنا الصوندا ندخلوا الماء انا كنتعاون مع الناس ما نزل كيعاوني ومن كنقول له 400 ولا هادي كيمشي بحالو كاع كيمشي لخراين عاد خراين عاونونا دخلوا لنا الماء هنايا. بالنسبه للمشكل ديال الماء كتعاني منه الساكنه ديال الدوار شكرا حنايا هنايا الدار ديالنا هي هذه هنايا كيكون عندنا واحد الفئه ديال الناس مساكن ما عندهمش الماء بزاف حنا الحمد لله عندنا واحد شويه ديال الماء كنديبانيو هنايا الناس كنعمروا لهم شويه ديال الماء ولكن هذاك الماء ما كافيهمش واخا كنعطيو حنا واحد شويه ولكن المسؤولين هما اللي خصهم يتكلفوا بهذا الشيء يعني حنا هذا الدور ماشي ديالنا الناس كيجيو لهنايا مساكن كيحطوا البرامل ديالهم كيبغيو يعمروا كاين اللي كيقادو داك الماء كتلحقو النوبه هو داك كيعمر البريميلات ديالو كاين اللي مسكين ما كيلحق كيلقى ديك الصوندا مابقاش فيها الماء خصو يتسنى حتى العشيه ولا يتسنى حتى الغداء وعاد كيجيو لهنايا خصهم يجيو بدوك الحمير ديالهم ودوك البريميلات عندهم تقال عليهم وعلى العيالات مساكين كيتعافروا معاهم ويهزوهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.